السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد، وصباح الخير يا كويت. ومع بداية هذا اليوم تدب الحياة من جديد في شريان التعليم الرئيسي وهو جامعة الكويت، والتي تستقبل آلاف الطلاب إذانا بعودة الدراسة حضوريا من جديد بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا وتبعاتها، مع الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الصحية. إن شاء الله يكون عام دراسي جديد سعيد وكل توفيق ونجاح لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وأيضا أخواننا أعضاء هيئة التدريس. وأكيد أيضا أصبح بالخير على زميلتي غادة. وصباح الشهور يا غادة. يا سعد صباحك عبد الرضا، صباح الأنوار والخيرات والمسرات مشاهدينا الكرام، مع حلقة جديدة من صباح الخير يا كويت، وصباح بداية جديدة للطلبة والطالبات في جامعة الكويت. كما تفضل زميلي عبد الرضا، بعد أن أعلنت الجامعة استعدادها الكامل لعودة الدراسة وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي فيها من قبل السلطات الصحية، وإن شاء الله يكون عام خير وبركة ونجاح للجميع. ونبدأ مع أهم أخبار صحفنا المحلية الصادرة صباح هذا اليوم، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. الأبرز عناوين الصحف المحلية، ونبدأها بصحيفة الجريدة. ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت: الوقاية من الأمراض الطارئة أبرز أولويات الصحة العالمية. رص الصفوف يعيد الحياة إلى طبيعتها بالمساجد. صلاة الجمعة رسمت فرحة العودة في بيوت الله بعد 18 شهر من التباعد. وزارة الأوقاف إعلان الفائزين في مسابقة القرآن خلال أسبوعين. عبد الرحمن الحشاش مشاركة الموهوبين بالمسابقات الدولية. نروح للكويتية. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى دولة الكويت يشيد بالجهود الكويتية الشابة في سبيل الاستدامة البيئية. الزراعة تدشين المرحلة الخامسة من حملة التشجير في الجهراء. الداخلية تحذر أولياء الأمور من تسليم المركبات للأبناء. ولي الأمر يتحمل المخالفات عند تسليمه مركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة. الرأي: حملات يومية للجنة الرباعية تشهد تحرير مخالفات لأي نشاط يؤثر على البيئة البحرية. الشواطئ تحت الرقابة البيئية. هيئة الإعاقة بطاقة دون ميزات مالية للوافدين. الأنباء: الفداقي الطيران المدني شكلت فريق الإسناد والطوارئ للعمليات للمساعدة في التوعية والكشف عن إجراءات السفر. تشغيل مطار الكويت بالكامل 1 نوفمبر. المواصلات تحذر: لم نرسل رسائل لدفع رسوم مقابل تسلم الشحنات والطرود البريدية. عندنا الكثير في صباح الخير يا كويت، خليكم معنا بعد الفاصل. بنروح أكيد أضو الكوتش عبد الله العوضي. Thank you.
اليوم 24 أكتوبر ويحتفي العالم باليوم العالمي للأمم المتحدة، تلك المنظمة العالمية والتي باتت حائط الصد ضد الأزمات والتهديدات والتحديات العالمية التي لا يمكن لأي بلد أن يعالجها بمفرده في العديد من القضايا والعلاقات الدولية. بلا شك عبد الرضا، الشراكة بين دولة الكويت والأمم المتحدة قديمة ومتجذرة وقوية وقائمة على الاتفاق والاحترام المتبادل في مختلف القضايا الدولية، واحتفال هذا العام الذي يأتي تحت شعار الشباب من أجل العمل المناخي وهو واحد من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام المشترك في الاحتفالية التي أقيمت أمس بحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي هي موضوع حديثنا اليوم عبر الميكرويف مع ضيفنا الدكتور طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم. يسعد صباحك. تخصيص يوم عالمي للأمم المتحدة له دلالات على المستوى الدولي أو على مستوى المنظمة، كيف تراه دكتور طارق؟ صباح الخير أخت غادة، صباح الخير أخ عبد الرضا. في البداية أنا بشكركم شكرا جزيلا على تغطيتكم لاحتفالية يوم الأمم المتحدة يوم 24 من أكتوبر من بيت الأمم المتحدة، بيت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للأمم المتحدة. في هذا اليوم نسلط الضوء في الكويت بصفة خاصة على مبادرات الشباب من أجل التغيرات المناخية والعمل من أجل مواجهة هذه التحديات المناخية. نحن نعمل بتكاتف مع الشباب في المجتمع الكويتي، وبدأنا أمس في فعالية مجتمعية من خلال معرض وبعض ورش العمل المشتركة للشباب لكي يقولوا كلمتهم فيما يخص التغيرات المناخية من خلال الأولويات الآتية. الأولوية الأولى هي الطاقة الجديدة والمتجددة وكيف نستطيع أن نستفيد منها. التنوع البيولوجي كالمنحة الثاني، والمنحة الثالث وهو التعامل مع المخلفات وإعادة التدوير. وأيضا بالتوازي مع الورشات كان هناك معرض، وهذا المعرض جمع مبادرات للشباب الكويتي من مختلف الأنشطة الخاصة من الزراعة البيولوجية التي تتبنى الاستخدام الأمثل للموارد المائية وغيرها، عمليات إعادة التدوير من مبادرات شبابية لنشر الوعي أو لاستخدام بعض المواد في أعمال فنية مختلفة. أيضا كان لمتحدي الإعاقة نصيب من هذا المعرض ليعرضوا لنا بعض اللوحات الفنية من أعمال أيديهم من بعد إعادة تدوير بعض المواد التي تم نشرها في أماكن مختلفة. دكتور طارق، مهم جدا أن نسلط الضوء. تفضل. فقط يعني كنت أتساءل، لأن يعني التحديات في العالم أصبحت كثيرة وكبيرة، وبالتالي دور الأمم المتحدة الآن بالتأكيد أصبح أكبر من أي وقت مضى. معطيات هذا الدور وقدرة المنظمة على القيام به في ظل تزايد مثل هذه التحديات. نشر الأمين العام في العام الماضي، في هذا العام في الجمعية العامة الأخيرة، خطته ورؤيته للتعامل مع المستقبل. ومن هذه الخطة أنه لابد أن نتكاتف معا لمواجهة التحديات. وجدنا وضرب العالم كوفيد أو جائحة كورونا، وهذه الجائحة أظهرت إلينا عجز بعض الأنظمة الخاصة العالمية، ومنها أهمها الأنظمة الخاصة التعامل مع المناخ، والأنظمة الخاصة بسلاسل التوريد الغذائي، وأيضا الاقتصاديات وفرص العمل التي فقدت في مناطق عدة، وأيضا النقل وغيرها. والأمم المتحدة وهي في عامها 76 ترى أن لابد من تجديد الدماء والتواصل مع المجتمع بصورة أكبر، لابد أن التعاون مع الشركاء والتعاون الفاعل لكي يكون هناك حلول ناجزة للتعاطي مع التحديات العالمية. لن نستطيع كأمم متحدة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة أن نعمل منفردين، ولكن لابد من تكاتف العالم وحكوماته، وليس العالم وحكوماته
واتفاقاته، لكن العالم وأيضا أفراده ومواطنيه ومجالس برلماناته ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لكي نستطيع أن نواجه هذه التحديات. نعم دكتور طارق، المنظمة الآن أمام إرهاصات وتحديات متعددة ومنها قضية المناخ، ما هي آلية التنسيق الدولي في مواجهة مثل هذه التحديات؟ أختي الكريمة لا أسمعك جيدا. دكتور أعيد لك السؤال مرة ثانية، هناك المنظمة الآن أمام إرهاصات وتحديات متعددة ومنها قضية المناخ تحديدا، فما هي آلية التنسيق الدولي في مواجهة مثل هذه التحديات؟ كما تعلمون أننا سلطنا الضوء هنا على التعاطي ومبادرات الشباب الكويتي للتغيرات المناخية، ذلك استعدادا لكي نقول للعالم أن الكويت وشباب الكويت مستعد. الإطار التنسيقي المشترك للعالم هو الكوب 26 القادم في جلاسكو بسكوتلندا المملكة المتحدة في أوائل الشهر القادم، وهذا الذي نطمح ونأمل في أن يصل إلى حلول وخطط عمل ناجزة، وأن تكون هناك التزامات أكثر فعالية من دول العالم للتعامل مع التغيرات المناخية وخطة عمل ناجزة ومستدامة يلتزم بها العالم وقادته، ويلتزم بها أيضا مؤسسات المجتمع المختلفة في هذا المجال، وتعمل الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لكي تساعد وتدعم منجزات ومخرجات هذا المؤتمر المجمع عقده الشهر القادم، والذي ستشارك فيه دولة الكويت بوفد رسمي أيضا. دكتور طارق، شعار هذا العام موجه للشباب، فكيف أو ما هو المتوقع من الشباب عمله من أجل تطبيق هذا الشعار لهذا العام، وكيف هو تعاون مؤسسات الدولة هنا في دولة الكويت من أجل تحقيق هذا الهدف مع الشباب؟ الشباب اجتمع ايضا في ايطاليا من في فتره قريبه لكي يقول كلمته من اجل التعامل مع العالم وتحدياته، سواء من التنوع البيولوجي او الانهيارات البيئيه او زياده ارتفاع درجات الحراره او التلوث المائي. ومن هنا من الكويت وجدنا وراينا مبادرات مختلفه ستطلعون عليها خلال هذا اليوم. يقول الشباب اننا موجودين، والدور القادم هو للحكومه والاجهزه المختلفه لكي تتبنى هؤلاء الشباب وتدعم خططهم وأعمالهم وتستفيد من رؤاهم، لأنهم هم المستقبل وهم المتأثرين بالتغيرات المناخية في الوقت الحالي وفي المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور طارق، الكويت والأمم المتحدة تاريخ طويل من الشراكة الوثيقة، كيف ترى تأثير هذه الشراكة خلال كل ما مر من أحداث وتحديات سابقة؟ على صعيد مختلف، لدولة الكويت كالعضو رقم 111 في العام 63، خلال تلك الحقبة وتلك الفترة التاريخية كانت علاقة استراتيجية لدعم جهود الأمم المتحدة بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة ودعم جهود نشر الاستقرار والسلام ودعم التنمية وجهود التنمية والعمل الإنساني في مختلف ربوع الأرض. وقد كانت الكويت وما زالت وحتى الفترة القادمة في العام 2020 ملتزمة بالتعاون ودعم الأمم المتحدة من خلال التعاطي مع الجائحة لدعم جهودنا في توفير الاحتياجات من لقاحات ومن أعمال صحية ودعم جهود صحية للمحتاجين لذلك في مناطق مختلفة حول العالم، وما زالت مستمرة بجهودها لرأب الصدع ما بين الدول وداخل بعض الدول في المنطقة وخارجها، وتسعى الكويت لكي أن تكون وستظل داعمة للعلاقات متعددة الأطراف حول العالم وجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، والذي نقدره ونشيد به. وليس أدل على ذلك إلا إن شاء الله تواجد معالي الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا اليوم، على الرغم أجندته الحافلة بالمواعيد والسفريات الدولية في مختلف المجالات، لكن أصر ونشكره ونثمن ذلك على الحضور معنا اليوم للاحتفال بيوم الأمم المتحدة، وإنما يدل على ذلك على العلاقة الاستراتيجية القوية بين الأمم المتحدة ودولة الكويت، والتي نثمنها ونقدرها في كافة الأمم المتحدة بأجهزتها ومؤسساتها وعلى مستوى الأمين العام وممثله أيضا هنا في دولة الكويت. إذن ترون بأن مبادئ الأمم المتحدة تتجلى في سياسة الكويت ويعني دبلوماسيتها الخارجية، فإذا تطرقنا قليلا إلى المستوى الإنساني ومدى استجابة الكويت وحرصها على دعم جهود المنظمة الدولية في هذا المجال، في المجال الإنساني.
دولة الكويت نركز فيها على العمل الإنساني، وقد ساعدت في فترة طويلة في على مدى حقبة من الزمن وكما أشرت منذ نشأتها على دعم الجهود الإنسانية، الجهود الإنسانية من نحو الإغاثة، ولكن لابد أيضا أن نستذكر ونسلط الضوء على الجهود الدبلوماسية التنموية لدولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لأن هذا الدور يتقاطع ويتوازى بالتوازي مع الجهود الإنسانية، ولم يكن هذا الدور إلا دافع وداعم للعمل الخاص بتحقيق الأمن والاستقرار. فالعمل الإنساني مع الدعم التنموي يساعد على تحفيز جهود دولة الكويت في الدبلوماسية الوقائية والدبلوماسية الإنسانية التي نثمنها ونقدرها جميعا. دكتور طارق، بس لعل سؤال أخير قبل أن نختم لقائنا، لما قضية المناخ بالذات شعار لهذا العام، ويعني تسليط الموضوع خصوصا مع الشباب؟ يعني هل لأن المناخ هو مثل ما يقولون احتباس الحرارة وغيره هو مستقبل العالم اللي غير واضح كثيرا، والشباب هم من يعول عليهم في هذا الصدد كشعار للأمم المتحدة لهذا العام؟ هذا الشعار يعني لأن بالأساس هناك المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية المجمع عقده أول هذا الشهر، ونقول هنا من خلال هذا المنتدى لدينا والاحتفالياتنا أن المجتمع الكويتي هو حاضر ومشارك في هذا العمل، لأنهم فعلا هم المتأثرين بذلك. هذا هو الأساس وهذا هو التوجه. شكرا لك دكتور طارق شيخ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم، ونتمنى لكم يوم مميز كتميزكم. شكرا لك، نتمنى لكم إن شاء الله يوم مميز. فاصل ونواصل إن شاء الله معكم. صباح الخير يا كويت. حياكم الله من جديد مشاهدينا. طب الأسنان من أكثر فروع الطب تطورا في العقود الأخيرة، ومع التطور الكبير في طب الأسنان ومواده وأدواته ظهرت اختصاصات جديدة منها التركيبات وتجميل الأسنان واللثة،
وبعد هذا التطور فإن أطباء الأسنان لم يعودوا يوقفون آلامنا فقط، بل أصبح بإمكانهم صناعة ابتساماتنا. وعن صناعة الابتسامة نرحب بضيفنا الدكتور حمود الفارسي، اختصاصي تركيبات وتجميل وزراعة الأسنان. يسعد صباحك. الله يسلمك. حياك الله. الله يحييك. احنا دائما نحب أطباء الأسنان، أتمنى يسووا لنا ابتسامة حلوة، بس نحاتي روحة لهم. ما في شيء. ساعات تصير روحة ثجيلة، بس لما نروح ويسوون ضحكتنا حلوة نحبهم. خلاص تصير الزيارة أحلى. أحلى وأحلى. نهاية الشهر. أكيد وبلا شك. دائما نسمع دكتور يعني لازم نفرش أسناننا بشكل مستمر ومرتين إلى 3 مرات في اليوم، ولازم نستخدم الخيط، لكن يصير في تسوس. شنو أسباب التسوس؟ طيب خل أحاول أشرح لك إياها بطريقة بسيطة جدا. جميل. خيالك واسع، أتمنى يكون خيالك واسع. أكيد. تمام. تخيلي معي بيت. إيه. إنزين. لا 4 أسطح 4 جدران والسطح ماله. تمام. حلو. موجود ببراحة طول اليوم، هذا السطح أو هذا البيت هو السن. حلو. تمام. طول اليوم في ناس قاعد تأتي وقاعد تتكود عند هذا البيت. حلو. هذه البكتيريا اللي موجودة باللعاب. طول اليوم في لعاب قاعد ينفرز داخل الفم، والبكتيريا قاعد تتجمع على هذا السن. هذه البكتيريا قاعد تحاول انها تدمر السن، لكن ما عندها ادوات. هذول الناس يبي يكسرون البيت لكن ما عندهم ادوات. لما ناكل او نشرب شيء فيه سكريات، البكتيريا قاعد تتغذى على هذه السكريات تفرز احماض. فتخيلي ان انت لما تاكلين سكريات او تشربين سكريات، شنو قاعد تعطين مطارق حق هذيل العمال عشان يهدمون البيت، يساعدون البيت. الان لما نفرش مرتين الى 3 مرات باليوم، قاعد نزيل، قاعد نخفف عدد البكتيريا الموجوده. فاكيد كل ما كان عدد البكتيريا اقل، صحيح، كل ما كان التدمير اقل. واذا كان نفرش بمعجون فيه فلورايد، كانك قاعد تعيدين ترميم هذا السن او هذا الجدار اللي قاعد يتكسر. الان البعض يستخدم الفرشه فقط. أي. الفرشه ما توصل الى اسطح الاسنان كلها، توصل للسطح الخارجي اللي هو صوب الخد، السطح الداخلي صوب اللسان او اللهات، لكن ما توصل بين الاسنان. علشان كذي نقول استخدم الخيط او الخيط المائع عشان تنظف بين الاسنان. اذا ما كنت قاعد تستخدمه، اغلب التسوسات اللي احنا نشوفها ما بين الاسنان، لان الاغلب يستخدم الفرشه لكن ما يهتم في استخدام الخيط. الخيط استخدامه كم مره في اليوم؟ مع التفريش. انت معدلك 5 اسطح. حلو. اذا قاعد تفرشين مرتين الى 3 مرات باليوم، لازم تستخدمين الخيط ايضا مرتين الى 3 مرات باليوم. طبعا. لان اذا بس قاعد تستخدمين الفرشه، كأنك قاعد تزيلين هذول العمال اللي قاعد يهدمون. ايه؟ من سطحين من البيت بس. لكن موجودين. فتخيل انت طول اليوم موجودين على الاسطح ما بين الاسنان، قاعد تشربين وتاكلين سكريات. وطبعا السكر مو مجرد السكر اللي احنا نضيفه الى الشكر، اغلب الاكلات صارت الان فيها سكر مضاف. نعم. فهذه تساعد البكتيريا انها تفرز الاحماض وتتسوس الاسنان. طيب الووتر بيك اللي يستخدم دائما، يمكن ساعات الناس الخيط شوي يعوقها او ما تقدر تستخدمه. صحيح. هل هذه ممكن تساعد انها تزيل اللي انت تقول عن هذه الناس اللي قاعد تاذي السن؟ الان الخيط المائي انا اعتبره بديل انزين للخيط العادي، ولكن ما يعوض عنه. يعني اذا في يوم مالك خلق تستخدم الخيط العادي او مو عارف تستخدم الخيط العادي، فالخيط المائي يعتبر بديل، ولكن الجولد ستاندرد واللي هو الاساس هو الخيط العادي. جميل. دام السن راح يكون مغطى بشكل كامل بهذه التركيبات، احنا الحين ركبنا على السن وحفظناه، إنزين لازم أرد مرة ثانية أستخدم هذا الخيط أو أستخدم هذه خلنا نقول المنظفات بشكل دائم ومستمر؟ طبعا، لأن في اعتقاد خاطئ للأسف أن أنا إذا لبست السن ما راح يتسوس. أنت إذا لبست السن غطيته، ولكن ما زال السن موجود تحت، والبكتيريا ما ترى بالعين المجردة، البكتيريا وايد صغيرة. صحيح. فأكيد راح تقدر تتخلل أثناء اللعاب إلى أطراف السن اللي هي تحت التركيبة، فأيضا ممكن يتسوس. فالتركيبات ما تغنيك عن المحافظة على نظافة الأسنان من خلال التفريش واستخدام الخيط. جميل. إذا احنا عالجنا السن بشكل كامل ويمكن شلنا العصب وأزلناه، أوكي، لازم نركب له الكرام. طبعا ضرورة تلبيس السن هذه عقب ما، ايش كثر لازم انا البس السن الكراون عشان انا احافظ على السن انه ما ينكسر باسرع وقت ممكن؟ اسرع وقت. اسرع وقت ليش يكون ضعيف كبيرة. وايد. نعم. الان مو علاج العصب هو اللي يضعف السن. السن يوصل الى مرحله علاج العصب عاده ان التسوس يكون كبير. انزين. فيوصل الى العصب. جميل. فكميه التدمير اللي حصلت في السن كبيره. ايه؟ بعد ما نعالج العصب ونحش السن، شنو المتبقي من السن؟ كميه صغيره، وعاده الحشوه تكون بالنص. صحيح. تخيلي معي اذا عندك شيء مجرد مجوف من الداخل اللي هو السن، وانت معبيته من النص، لما تستخدمينه وانت قاعد تاكلين تعالجين تعضين، قاعد تطقين على شيء مجوف من الداخل. صح. مع الوقت راح ينفلق. صح. الفكره من التركيبات انه بعد ما نحف السن ونغطيه، وزعنا
الضغط الى اطراف السن صح. بدل ما يكون من النص لبرا وينكسر صارت الى الاطراف فنحميه من الكسر. يعني لازم نلبس على الكراون على طول حتى طبعًا. نحافظ على السن طبعًا. طيب انا الحين انا ابي البس الاسنان كلها أوكي. حف الاسنان او تبريد الاسنان هذا ايضا راح يعني يضعف من الاسنان، شنو تنصح دكتور؟ الان البرد، برد الاسنان نعم هو راح يقلل من كميه السن المتبقيه، لكن برد عن برد يفرق. شلون؟ انزين يعني احنا اللي يحافظ لنا على السن كميه السن المتبقيه. صح. لما اي انا ابي احف الاسنان احفها بشكل بسيط ما ادمر السن، للاسف قاعد نشوف في بعض الحالات اي المراجع مثلا نشيل تركيبته القديمه نلقى السن اللي تحت محفور بشكل وايد كبير إيه؟ وهذا خاطئ، خصوصا مع التطور في طب الاسنان وتطور المواد وجمالياتها صرنا ما نضطر نحف من السن كميه كبيره على اساس نحط قشراتنا. قبل يسوونه مثل المسمار وهذا وايد غلط إيه؟ وهذا وايد غلط اتكلم عنه حتى قبل، يعني حف السن قبل له معايير معينه وسمك معين على اساس ان المواد التركيبيه الان المواد التركيبيه صارت اجمل واقوى صح. فصرنا ما نضطر نحفر من السن او نحف من السن بكميه كبيره كبير. علشان نعطي نتيجه جماليه. جميل جدا. الحين يقال ان ما نلبس السن وايد السيراميك اللي يعطيك اللون الابيض وايد بنعطي الشفافيه في التلبيس. نعم. انواع التلبيسات اختلفت، فالافضل شنو دكتور؟ اني انا اخذ ان حفه السن تكون مقاربه للسن الطبيعي، انه يكون ما يكون بياضها وايد يعطيني ان كاني انا مركبه وايد السن يكون ابيض، ولا يكون مقارب للون البشره مثلا؟ الان في عده عوامل تلعب دور في هذا الشيء. وايد نسال سؤال شنو افضل ماده للتركيبات بالضبط. او شنو افضل ماده تعطيني الشكل الطبيعي؟ صح. يفرق من شخص الى شخص ومن حاله لحاله. حلو. وانا اعطيك مثال، الوان الاسنان مو كلها نفس الشيء. صح. تمام، في ايونا مراجعين اسنانهم الوانها مختلفه. السن الغامج على اساس اني اساويه بالتركيبات بالسن الفاتح احتاج استخدم تركيبه شويه تكون افتح، او احتاج ابرد شويه اكثر علشان سمك تركيبتي يعطيني هذا البياض او اغطي هذا اللون الغامج. صح. في ناس العضه عندهم قويه يصرون على اسنانهم، عضله الفك عندهم قويه. صح. ما بيستخدم لهم ماده معينه، فافضل تركيبه، جوابي لهذا السؤال، افضل تركيبه هي اللي راح تكون مناسبه حق حاله المراجع. ممكن في نفس الشخص في نفس الفم بعض الاسنان استخدم لهم تركيبات زيركونيا وبعض الاسنان استخدم لهم تركيبات ايماكس. هو الفن او هو مو في اختيار الماده، هو في من قاعد يتعامل مع الماده هذه وشلون يطلع لنا اياها بطريقه جميله وتناسب الشخص. يعني يعتمد انا شلون اقدر اكل واستخدم فكي في الاكل حتى على اساس انه ما اكسر ضروسي اللي بالضبط ما تكسرين واطلعك بنتيجه جماليه متساويه. يعني اذا عندي سن اسود في بعض الاسنان بعد علاج العصب إذا كان علاج العصب مو بطريقة صحيحة أو كان في أو قديم وكان في وتد معدني مثلا وإلى آخره يتصبغ السن. صح. هذا السن إذا صار وايد أسود بسبب التصبغات اللي موجودة، إذا حطيت عليه قشرة إيماكس أو قشرة شفافة راح يشوف اللون الأسود من تحت، راح يطلع لون السن غامج. طبعا. أحتاج أغطيه، أحتاج أسوي تبييض داخلي، سيراميك يكون مثلا، ممكن يكون أو الزركون القاعدة ممكن تكون زركونية وفوقها تلبيس الإيماكس. في أكثر من طريقة عشان أحل هذا الموضوع. فلما نسأل السؤال بشكل عام شنو أفضل تركيبة، ما أقدر أجاوبك. أفضل تركيبة هي اللي راح تطلعك بنتيجة مثالية بالنسبة حق حالتك أنت. جميل. طيب يصير ساعات تركيبات دكتور، يعني يصير تركيب جسر مثلا طيب. مع زراعة وغيرها، التنظيف ما بعد ذلك، يعني أنا مو شرط أني أنا لبست وجملت وركبت أسنان. صح. لازم أنا أعمل مانتننس حق أسناني بعد فترة، صح ولا لا؟ صحيح. هذا شيء. شلون تصير التنظيفات حق تركيبات الأسنان من خلال جسر؟ يمكن أنا مركبة جسر أحتاج تنظيف. طيب. هذه العملية تحتاج أوكي أنا مهتمة أثناء الفترة اللي أنا في البيت فيها. حلو. شلون تصير عملية التنظيف عندك بعد 3 أشهر 6 أشهر شلون تكون؟ الآن عملية التنظيف أو المينتنس اللي تكون عند طبيب الأسنان الهدف منها هي إزالة الجير. شنو الجير؟ صح. هي احنا قلنا اللعاب فيه بكتيريا ويتراكم على الأسنان. إذا الشخص قاعد ينظف بشكل صحيح كل يوم كمية البكتيريا اللي تتم الموجودة على الأسنان وتتحول إلى جير، تتكلس وتصير يابسة تتحول إلى جير، عادة ما تكون قليلة. قليلة. تمام؟ فالتنظيف هو مجرد إزالة الجير من على أسطح الأسنان. جميل. سواء كان الشخص عنده تركيبات أو أسنان طبيعية أو جسور أو أي إن كان، التنظيف مهم. إذا كان السن بروحه بحد ذاته تقدرين تنظفينه مثل ما قلنا باستخدام الفرشة والخيط العادي. والخيط. إذا كان جسر الخيط ما راح يدخل ما بين السن الطبيعي والسن. صح. المفقود أو السن. صح. الصناعي. فلازم تنظفين من تحت الجسر. في خيوط معينة حق الجسور مثل ما في خيط يدخل ما بين الأسنان، في خيط معين يدخل تحت الجسر، أو في استخدام الووتر فلوس أو الخيط المائي وايد يصير أسهل إنك تنظفينه. صح. فهذا التنظيف ضروري يكون في البيت
بشكل يومي مرتين أو ثلاث مرات باليوم وايد راح يخفف المشاكل اللي ممكن تصير وما ممكن تصير مشاكل أصلا إذا أنت قاعد تحافظ على تنظيف أسنانك واللثة بشكل يومي. جميل جدا دكتور، شنو تنصح للي يسوون الابتسامة ابتسامة هوليوود ويسوون تلبيس لأسنانهم أوكي. اللي دائما يحرصون أن تكون لهم ابتسامة وسوري بعض الساعات أن تكون في رائحة تطلع للي ما ينظف أسنانه بشكل دوري ويهتم في تنظيفهم. صحيح طبعا سالفة الرائحة اللي تطلع مع التركيبات أيضا وايد ينطرح عليها السؤال. دكتور إذا سويت تركيباتي راح تطلع ريحة بعدين رائحة كريهة أو أي إن كان؟ جوابي دائما حق هذا السؤال نعم ولا بنفس الوقت، ودائما هذه إجابتي. الخلل مو في التركيبة نفسها ولا أن كل شخص راح يركب تركيبات راح تطلع عنده رائحة كريهة، ومو شرط الإهمال هو اللي يسبب. والمثال اللي دائما أعطيه، تخيلي معي قطعة لحم، قطعة واحدة نقصها بالنص نعطيها شخص يعرف يطبخ وشخص ما يعرف يطبخ. الشخص اللي يعرف يطبخ راح يعطيني لحمة تذوب بحلجي، واللي ما يعرف يطبخ بيعطيني الحمى ما تتعلج. هو العيب مو في الحمى نفسها او القطعه نفسها، والعيب في من قاعد يتعامل معاها. كذلك التركيبات اذا ما كانت جودتها عاليه، تصنيعها ما كان صحيح، تصميغها ما كان صحيح، وظلت في فراغات بين السن الطبيعي والتركيبه نفسها، هذا الفراغ مهما كان المراجع قاعد يحاول ينظف ما راح يقدر ينظفه. يعني انا يوني مراجعين يقول دكتور انا قاعد افرش اسناني مرتين او ثلاث مرات باليوم واستخدم الخيط وفعلا اي اطالع تنظيفه صحيح، لكن في رائحه بالفم. ليش؟ لأن حواف التركيبات تكون مبطلة أو تكون معمولة بطريقة غير صحيحة، يتيم مع الأكل حتى مهما حاول يحاول ينظف ما راح يقدر ينظفها بطريقة صحيحة. يعني يعتمد على شطارة الدكتور طبعا أيضا، والتكنيك والهندسة اللي ركب فيها. أكيد هذه تلعب دور كبير. شكرا لوجودك معنا دكتور، شرفنا في صباح الخير الكويت، ونتمنى أنهم يأخذون بنصائحك اللي كانت معنا من خلال صباح الخير الكويت. شكرا دكتور ماشي، شرفنا في صباح الخير الكويت. شكرا جزيلا للدكتور حمود الفارسي اختصاصي تركيبات وتجبير وزراعة الأسنان. فاصل وايد قصير، ردي لكم في صباح الخير الكويت. حياكم الله من جديد مشاهدينا. التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل، فقد يدمر هذا المرض مجموعة كبيرة من أجهزة الجسم بما في ذلك الجلد والعيون والرئتين والقلب والأوعية الدموية. يحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي اللي يعد من أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة جسمك بالخطأ. لذلك في الفقرة المقبلة راح نتطرق لهذا الموضوع ونحن على أعتاب الدخول لموسم الشتاء اللي قد يؤثر أكثر على مرضى الأمراض الروماتيزم. يسعدنا أن تكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور إيمان حاجي حسن، استشارية الباطنية والروماتيزم والمفاصل في المستشفى الأميري، حتى نتكلم أكثر عن أنواع وأشكال أمراض والتهاب المفاصل الروماتويدية. يسعد صباحك دكتور. دكتور إيمان سامعتني؟ حياك الله دكتور إيمان سامعتني؟ نطلع فاصل ونواصل معكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، ومعنا الدكتور إيمان حاجي حسن استشاري باطنية والروماتيزم والمفاصل بمستشفى الأميري. يسعد صباحك دكتور إيمان. دكتور إيمان معي؟ أنا ما قاعد أسمعك، أنت سامعتني؟ يا حياك الله، الساعة المباركة. في البداية نبي نتكلم عن أنواع وأشكال أمراض والتهاب المفاصل الروماتويدية. تفضلي. تفضلي دكتور إيمان. ألو. أيوة سامعتني. أي سامعتك. يا حياك الله، خلينا نتكلم في البداية عن أنواع وأشكال أمراض والتهاب المفاصل الروماتويدية. أولا صباح الخير عليكم، أحب أشكركم على هالاستضافة. يا حياك الله. كلمة روماتيزم هي مصطلح عام نصف فيه الآلام اللي تصيب أي جزء من أجزاء الجهاز الحركي. أجزاء الجهاز الحركي هي المفاصل، العضلات، العظام، الأربطة، الأوتار وما يغذيها من أعصاب وأوردة وشرايين دموية. فكلمة روماتيزم مصطلح عام لوصف الآلام هذه. نعم. طبعا يندرج تحت هذه الكلمة أكثر من 200 مرض، يندرج تحت هذا المصطلح أكثر من 200 مرض بأنواع مختلفة. أكثرها شهرة والمتعارف عليها عندنا من هذه الأمراض؟ أكثر أنواع الأمراض الروماتيزمية انتشارا هي الميكانيكية وليست المناعية. المناعية لنتيجة عن خلل في الجهاز المناعي تشكل النسبة الأقل، لكن أكثرها الميكانيكية مثل أمراض الخشونة، الديسك والانزلاق الغضروفي، هذه هي أكثر الأمراض الروماتيزمية شيوعا. طيب. واللي نسميها سوفت تيشو روماتيزم، الآلام اللي تصيب الأربطة، الأوتار المحيطة بأعضاء الجهاز الحركي، هذه هي الأكثر شيوعا أكثر من الأمراض المناعية. جميل جدا. طيب خلينا نتكلم عن الأعراض اللي تظهر على الأشخاص المصابين بأعراض الروماتيزم. إذا تقصدين مرض الروماتويد المناعي؟ الروماتويد المناعي تحديدا. أول شيء مرض الروماتويد ناتج عن خلل في الجهاز المناعي، يختل الجهاز المناعي فيقوم يحارب جسم الشخص المصاب، بدل ما يحارب الأجسام الغريبة من فيروسات وغيرها يحارب جسم الشخص المصاب، يحارب مفاصله وأعضاء الداخلية، فيسبب التهاب للشخص. هذا التهاب في مفاصل اليدين والقدمين والرزغين، ألم مع ورم مع تيبس. لما يصحى المريض الصبح من النوم يكون عنده تيبس، ما يقدر يفك إيده فكة كاملة. وطبعا يصاحبه أثناء نشاط المرض الشعور بالتعب والهزال. أيضا ممكن يصير مع المريض حرارة بس يعني ناتجة عن نشاط المرض، وممكن يصير أيضا في قلة للشهية ونقصان في الوزن، هذه في فترات نشاط المرض. طبعا هذا مرض الروماتويد المناعي نسبته 1%. جميل دكتور، خلينا نتكلم، احنا مقبلين الحين على موسم الشتاء في الكويت، فطبعا يعني هذا الموسم شوي يكون قاسي على اصحاب هذه الامراض، فخلينا نشوف شنو هم ممكن يتعرضون له من خلال هذا الموسم. هو في الحقيقه في مفهوم شائع وخلنا نقول خاطئ ان البرد يسبب روماتيزم. البرد لا، يعني هو ليس سبب مباشر بالاصابه بالروماتيزم، بس البرد يزيد الاحساس بالالم عند الناس اللي اصلا عندهم مشاكل روماتيزميه، مشاكل في مفاصلهم او مشاكل في فقرات الظهر والرقبه. على سبيل المثال الناس اللي عندهم خشونه في فقرات الظهر والرقبه او عندهم ديسك في فقرات الظهر، هؤلاء معرضين اكثر من غيرهم بان تحوشهم نوبات الشد العضلي عند التعرض للبرد. طبعا الشد العضلي فيسبب لهم الم. نفس الشيء الناس اللي عندهم امراض مناعيه روماتيزميه ممكن تزداد الاعراض سوءا مع التعرض للبرد.
ومثل ما تدرين اختي غادة، في فصل الشتاء ممكن تزيد الإصابة بالتهابات الفيروسية، ايضا ممكن هذه الالتهابات تصيب المفاصل وتؤدي الى آلام واورام في المفاصل، احنا نسميها احنا فايرال ارترايتس، نتيجة الإصابة بالتهاب فيروسي ممكن ايضا يسبب التهابات في المفاصل. فهذه بالنسبة للعلاقة بين البرد وأمراض الروماتيزم. طيب دكتور إيمان، ساعات لون الأطراف يتغير يصير مزورق كذي، وهذه هم تعتبر من ضمن المرض نفسه؟ في الواقع شوفي، في ظاهرة اسمها ظاهرة رينويد، هذه ظاهرة مرضية يصير فيها حدوث نوبات متكررة من انقباض الأوعية الدموية في أطراف الأصابع، أصابع اليدين أو القدمين، لما يتعرض الشخص للبرد فيتغير لون أطراف الأصابع من أبيض إلى أزرق إلى أحمر مع حدوث ألم، مو بس تغيير في اللون، تغيير في اللون يصاحبه ألم. اي صحيح، ظاهرة هذه يسمونها ظاهرة رينود نسبة للي اكتشفها أول مرة. تزداد طبعا الظاهرة هذه سوءا مع التدخين، يعني مو شرط حتى الشخص المصاب نفسه يكون مدخن، حتى لو يكون حواليه compatible smoker حواليه ناس مدخنين ممكن تزيد الظاهرة هذه سوءا مع الاسترس. الظاهرة هذه قد تكون أولية، يعني غير مصاحبة أو غير مصاحبة لأي أمراض أخرى، وممكن تحدث في عمر العشرينات والثلاثينات، أو قد تكون ثانوية مصاحبة لأمراض روماتيزمية مناعية من ضمنها مرض اللوبس، مرض التهاب الجلد المناعي السكليروديرما، وحتى مرض الروماتويد. جميل. طيب دكتور، شلون ممكن تحل او يعالج هذا المرض، خاصه يعني هذه الامراض تعتبر امراض مناعيه، واحنا في زمن لازم ما نثبط هذه المناعه، نحاول نقوي هذه المناعه، وتدرين زمن كورونا وغيرها من هذه الامور، فشلون ممكن يعادل الشخص هذه القضيه؟ عفوا، تقصدين العلاج لمرض العلاج طبعا. سؤال شوي صوت مو واضح. عفوا، يعني احنا في زمن كورونا وهو يحتاج الى انه يثبط هذه المناعه، وهو طبعًا يرفع المناعه، عفوا، وهو وقاعد ياخذ مثبطات لهذه المناعه، فشلون ممكن يعادل هذه القضيه في زمن كورونا؟ صحيح، فالاشخاص اللي عندهم امراض روماتيزميه مناعيه اولا من البدايه المفروض الاسراع بالتشخيص والعلاج على يد الطبيب المختص بهذه الامراض الروماتيزميه المناعيه، ضروري جدا الالتزام بالعلاج، هي الامراض الروماتيزميه المناعيه تخدع، انه ممكن لما الشخص يبتدي على العلاج بعد فتره تزول الاعراض تماما وكان الشخص ما في ولا شيء، لدرجة أن أحيانا ممكن حتى يشك بالتشخيص فيوقف العلاج، فطبعا هذا غلط، لازم الاستمرار على العلاج حتى في فترات خمول المرض. الأمراض المناعية مو بس ترى في الروماتيزم المفاصل، حتى الأمراض المناعية الأخرى مثلا مرض الام اس، هذه الأمراض تمر في فترات خمول ونشاط. صحيح، فضروري جدا أن المريض يستمر بتناول العلاج حتى في فترات خمول المرض. طبعا المحافظة على أسلوب حياة بطريقة صحية، الوزن، تجنب السمنة، تجنب التدخين، الغذاء المتوازن، هذه أكيد أشياء مهمة، ومحاولة التأقلم مع ظروف الحياة، يعني الاسترس وكذي، وممارسة الرياضة. نعم، يعني دكتور أهم النصائح اللي أنا بأكد عليها من خلال لقائي بختام لقائي معك دكتور، يمكن لأصحاب الأمراض المناعية وأيضا أصحاب الروماتيزم كلمة أخيرة تقولينها لهم بنصيحة توصين فيها ضرورية من خلال هذا اللقاء معنا، تفضلي. إن شاء الله، بما أن موضوعنا البرد والروماتيزم، أنصحهم بعدم التعرض المفاجئ، يعني التغييرات المفاجئة في التيار الهوائي، يعني من مكان بارد إلى فجأة مكان حار.
لأن ممكن هذا يعرضهم لنوبات الشد العضلي. أنصحهم طبعا أن يدفون أنفسهم في البرد، خاصة مرضانا الأمراض الروماتيزمية المناعية واللي عندهم رينود يلبسون الجلوفز يدفون نفسهم عدل. نعم. الامتناع عن التدخين، وحتى الأجواء إذا كانت الأجواء المحيطة فيها ناس مدخنين. نعم. الأكل الصحي، يمكن احنا بعد بلشت ننسى شوي شرب الماء. صحيح. فشرب الماء ضروري جدا، المفروض ما ننسى شرب ايضا السوائل الاخرى الصحيه، مثلا الشوربه تكون غنيه بالخضار المفيده. بلا يمكن شك. احنا بعد بلشنا نتجه اكثر حق الحلويات. صحيح. اكثر من الفاكهه، فهذا المفروض نقلل. شاكره لك دكتور، وانا يعني شاكره لك، بس الوقت شوي ازف، وخلينا نقول لك ما قصرتي، ويعطيك الصحه والعافيه. دكتور ايمان حاجي حسن، استشاريه الباطنيه والروماتيزم والمفاصل في مستشفى الاميري، ما قصرتي، ونتمنى لكل المرضى السلامه والصحه والعافيه. وصلنا معاكم الى ختام صباح الخير الكويت، ونقول لطلبه وطالبات جامعه الكويت موفقين يا رب العالمين في اول يوم دوامات مباشره في الصفوف والمحاضرات في جامعه الكويت. نشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه.